هذا هو المغطس المقدس، وعلى جانبي نهر الأردن يأتي مئات الآلاف من الحجاج سنويا ليتعمدوا في المكان الذي يعتقد أن المسيح عليه السلام تعمد فيه وحلت عليه الروح القدس. وليس ببعيد عن هنا منطقة لا تزال ريح الحرب تصفر فيها، فمجمع الكنائس والأديرة هذا هجره الرهبان والحجاج قبل أكثر من 50 عاما بسبب الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي بعد حرب عام 67. واليوم تجري عملية تنظيف للمنطقة من الألغام تحت إشراف مؤسسة هالوتراست الخيرية، التي تتوقع وجود أكثر من 3000 لغم وقذيفة في المكان. ليس من الواضح لنا في هذه المرحلة إذا ما كانت كل الألغام مضادة للأفراد أو الآليات، ولكن من خلال عملنا حتى الآن اكتشفنا أن الجيش الإسرائيلي وضع هذه الألغام لمنع التسلل وفخخ الكنائس لمنع التحصن فيها. هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة هالو تراست ووزارة الدفاع الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بموافقة الجانب الأردني. في محيط الكنيسة الأثيوبية بدأ العمل على تطهير الألغام من قبل فريق من الخبراء الإسرائيليين والفلسطينيين والجورجيين، فالعمل لا يقتصر على نزع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والآليات فقط، بل أيضا تطهير كنائس فخخها الجيش الإسرائيلي بالعبوات الناسفة. لأن 8 كنائس راح نستمر، أول إشي راح ننهي الكنيسة اللي هو الأثيوبية، وكل كنيسة ننهيها نبدأ في كنيسة جديدة مبدئيا، بس في الكنائس هدف ان تصير تستخدم الاثيوبيين بعد ما تنظيفها يكون ترميمها وإعادة العمل فيها. لا مكان للسياسة هنا، فالكل يطمح بأن يعاد إحياء هذه المنطقة سياحيا بعد تطهير أكثر من 1,000,000 متر مربع. فهنا تستطيع أن ترى الفرق بين جانبي نهر الأردن، كنائس تعج بالحياة في الجهة الأردنية، وأرض جرداء وكنائس مهجورة يتربص فيها الموت خلف حقول الألغام. من هنا كان طريق الأنبياء محملين برسالات السلام، وأصبح بفعل الحروب طريقا تملأه الألغام. واليوم يأمل سكان هذه البلاد أن تنتزع الكراهية كما تنتزع الألغام من تراب هذه الأرض، وأن يطفأ فتيل الحرب وتوقد شموع السلام. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من منطقة المغطس عند نهر الأردن.